السلام عليكم. واخيرا اظن نزلت الايفون الاس اي 2 او الاس اي فالاس اي 2 سكند جنريشن. فلما اتكلم عن المقارنة بالايفون 8، فالقطاع هذاك الاشخاص اللي ما غيروا الى الان من الايفون 6 جالسين 6 اس الايفون 8 يبون يغيرون مواصفات اكثر، فراح يشترون الايفون اس اي. مش موجه لحق الاشخاص اللي عندهم 10R، ما اللي عندهم 11 برو، لا ذاك الجهاز انت عندك اوريدي غالي، الا اذا كنت تبي تستخدم الجهاز او جهاز ثاني يكون عندك مثلا للطوارئ او شيء، تقدر تاخذ ايفون اس اي الاس اي. او الاشخاص اللي توهم يبون يجربون الاي او اس فمتخوفين والسعر غالي فيقدرون يشترون ذا الجهاز. فلما نتكلم كبدايه، الشاشه المواصفات بالضبط الخارجية، الماتيريال الصناعة ألمنيوم، القزاز اللي قدام 4.7 HD، الكاميرا الأمامية 7 ميجا بكسل، الكاميرا الخلفية 12 ميجا بكسل، ما تصور التصوير الليلي. فهذا المواصفات الخارجية. الزر نفس الزر اللي موجود الحين بالبصمة، فالأشخاص اللي يبون بصمة ومتوهقين وجالسين على ايفون 8 لأنه ما يبون الايفونات الجديدة بدون بصمة فيقدروا يشترونه. الأمهات، الأشخاص مثلا على حسب الأشخاص مثلا الأمهات أو الحريم اللي يتنقبون، صعب أن يطلعون برا يفتحون الجهاز بالفيس اي دي، فبالزر البصمة موجودة الحين أفضل. فهذه الأشخاص هذا الجهاز الموجه له. كمواصفات داخلية الجهاز راح يجي بالـ A13 نفس الايفون 11 برو ماكس. انتم مستوعبين ان الجهاز يبدا من $399، يجيك مواصفات فلاكشيب، مواصفات جهاز قوي، معالج داخلي A13 فشيء قوي، الجهاز يدعم الواي فاي 6 برضو، الجهاز يدعم الاسم، فشنو باقي؟ فجهاز اللي بيلعب ببجي اوكي، اذا كنت تقدر على ببجي شاشه صغيره راح يكون اقوى من الايفون 8، معالج اقوى لكن ما راح يكون فرق كبير. لكن لو بتقارن بالايفون مثلا 10، الايفون 8، الايفون 6S، الايفون 6 100% يغيروا. يعني جهاز $399 يبدا من 64 جيجا، فممتاز لحق الالعاب، ممتاز لحق الاداء. البطاريه على كلام ابل انه راح تكون نفس الايفون 8، لكن متوقع انه لازم يكون اقوى شوي لان الجهاز راح يكون مرتاح خصوصا بالاي 13. لكن نشوف قدام. الجهاز راح يكون فيه تصوير بورتريه اللي هو تصوير العزل حق اللي قدام لكن بالكاميرا الاماميه، لكن حق البشر مش نفس الايفونات 11 والاشياء الاجهزه اللي بالفيس اي دي اللي قدام، راح تقدر تسوي بورتري او عزل حق التصوير حق حتى لو او اي قطعه عندك ما يحتاج بشر. كل شيء حلو. برضو في التصوير في برضو ستيريو مايك، فانت تصور فيديو كذا راح يسجل لك ستيريو، حركه حلوه مش موجوده في الايفون 8 في الاجهزه القديمه لكن موجوده في الايفون 11. قلت لكم المعالج، قلت لكم مقاوم الغبار لعمق متر في 30 دقيقه بالاي بي 67. فهذه الاشياء اللي تقريبا الجديدة والأشياء اللي محطوطة في الايفون 8. السعر مغري بقوة، أنصح أي شخص يبي الجهاز لحق واتساب، يبي الجهاز لحق انستغرام، بس الأشياء دي الخفيفة الأمهات، الأشخاص اللي ما عليهم شغل بالتقنية لكن يبون جهاز عملي، هذا هو الجهاز موجود. لو بتقارن الجهاز بالايفون اس اي القديم ما راح يتقارن طبعا، لأن على كلامهم أن الجي بي يو أو معالج الرسوميات راح يكون 4 مرات أسرع، والسي بي يو هو المعالج نفسه معالج الجهاز راح يكون 2.4 تايمز اسرع، فشيء قوي. لو بنقارن الايفون 6 الايفون اس اي مع الايفون مثلا 8 اخر جهاز للاشخاص اللي عندهم ايفون 8، راح يكون المعالج الرسوميات مرتين اسرع، راح يكون معالج الجهاز نفسه راح يكون 1.4 تايمز اسرع. لو بنشوف حق الايفونات للاشخاص اللي عندهم ايفون 6 اس القديمين، فالمعالج الرسوميات لحق الالعاب اللي يبون يلعبون العاب راح يكون 4 مرات اسرع لك، وراح يكون في المعالج نفسه مش معالج الرسوميات، المعالج في الاداء والاشياء دي راح يكون 2.4 تايمز اسرع، يعني 2.4 مرات اسرع. ولو بقارن مع الايفون 6، في اشخاص الان جالسين على ايفون 6، نصيحتي اشترى ايفون 6 عندك، نصيحتي راح يكون عندك فرق قوي. حتى الايفون 6S نصيحتي اشترى، الايفون 8 اوكي اذا شغال معك الجهاز تشتري، بس انه نصيحتي عندك ايفون 6S اشترى، لان معالج الرسوميات في الجهاز راح يكون 10 مرات اسرع، والمعالج نفسه في الاداء الجهاز راح يكون 4 مرات اسرع، فشيء قوي. خصوصا برضو في يعني الايفون 6S ما عندهم الوايرلس تشارجنج، فالجهاز هذا الجديد او الايفون اس اي راح يدعم الوايرلس تشارجنج، فخلاص الجهاز كامل شريحتين وايرلس تشارجنج، المايك افضل في تسجيل، الكاميرا ممتازه افضل في ال6S وال6 الاسم قلت لكم عنها، الواي فاي راح يكون اسرع على الواي فاي 6 اذا كان عندك راوتر واي فاي 6. شو اللي باقي؟ شو اللي تبي؟
يعني مو مثل ما الغبار افضل بالنسبه لي نفس الشيء تقريبا. فالاشياء دي كلها يعني تخليك تشتري ايفون جديد. بطاريه 100% راح تكون اقوى من الايفون 6 6s راح تكون اقوى بكثير. الكفرات عندك ايفون 8 راح تركب عليهم. فالجهاز ده الجديد راح يخلي الاشخاص اللي عندهم 6 وقف عليهم النظام لايو 13 ما نزل، وال 6s اللي يمكن يوقف لايو 14 يمكن او لايو 15 وجهازهم مثلا بطيء يخليهم يشترون الجهاز. هذا الفئه المحدده حق الاشخاص اللي يشترونه. لو بنتكلم عن الالوان، الالوان تجي ثلاث الوان، ابيض واحمر واسود. تكلم عن قلت لكم الذاكرات تجي من 64 128 256، فذاكرات قويه يعتبر 64 399 128 450 256 ب 550. ف نصيحتي اشترى، لا تشتري 64 لكن تبي حق السنوات اللي قدام، يعني حق 3 4 سنوات اوكي اشتري 128 256 اذا كنت تبي. ف 64 اوكي اذا كنت استخدامك خفيف اشترى، لكن اذا لحق سنوات قدام يعني ولا تبي تحذف شيء اشتري 128 افضل لك او 256. فهذه المواصفات كلها الجهاز، الاشياء اللي تجي بالجهاز نفس الايفون الالاف اللي نقول، الشاحن البطيء، سلك، السماعه والجهاز بس، يعني هذه الاشياء اللي راح تجي في العلبه داخل. فالجهاز ممتاز، انصح كل شخص يشتريه لحق الاشخاص اللي مثل ما قلت لكم ما شروا الى الان ايفون 10 او 10R او 10S 10S ماكس 11 11 برو 11 برو ماكس، ما شروا ذي اللي جالسين الان على ايفون 6S وال6، نصيحتي اشتروه، نصيحتي راح تحسون بفرق كبير. بس طلب المسبقة راح يكون يوم الجمعة القادم، والبيع راح يكون الجمعة اللي بعده. فقبل ما ننهي الفيديو، هذا حسابي في سناب شات، اتشرف في اضافتكم. انا راح نتكلم عن الايفون هناك في السناب شات، راح نتكلم بالتفصيل غير التفصيل اللي تكلمت هنا فيه، راح يكون انبوكسنج هناك، واسئلتكم واجوبتكم في السناب شات راح تكون افضل، واصور فيديو واجاوب على اسئلتكم. فتشرف باضافتكم. ففي نهايه الفيديو تنسون اشتراك في القناه علشان تشوفون كل جديد، وراح يجي الايفون عندنا وراح نسوي له ريفيو برضه في القناه ونشر المقطع. اما لايك المقطع، تعليقاتكم تحت تهمني، ولا تنسون فضل دعاكم، ولا تنسون المسابقه اللي موجوده في القناه. بس نوصل 10,000 راح نبدا مسابقه على السحب على الايربودز. واشتركوا بالقناة وفتحوا فيديو المسابقة وشوفوا. السلام عليكم.